وللمزيد من المتابعة للتطورات المتعلقة بتداعيات الزلزال ينضم إلينا من إسطنبول الصحفي التركي الأستاذ رامي إدمير. أستاذ رامي، أهلا ومرحبا بك معنا. ضعنا في الصورة بشأن الحصيلة الرسمية للخسائر البشرية والمادية وكذلك عن طبيعة الصعوبات الإغاثية حاليا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي تلفزيون دولة. يعني صراحة الآن من الخوف والهلع في جميع أنحاء تركيا وخصوصا في الجنوب مع استمرار الهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرش. طبعا على مقياس ريختر 7.8 من عشرة، هذا يعني شيء كبير جدا بالنسبة لزلزال بتشهده تركيا. طبعا ارتفع عدد القتلى الزلزال حسب وكالة أفاد أو إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى 1762 والمصابين إلى 12068. طبعا انهيار كبير في المباني وصل ل 5606 في مختلف المدن الجنوبية وفي 10 مدن في جنوب تركيا، خصوصا طبعا مدينة كهرمان مراش وعثمانية وشنبورفا وملاطيا وديار بكر، إضافة طبعا إلى مدن أخرى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الحداد لمدة 7 أيام واعتبر أن الزلزال هو أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال مدينة أرزنجان عام 1939، وده طبعا كان خلف أكثر من 32 ألف قتيل. طبعا بالنسبة للأعمال الإغاثية، تركيا رفعت الخطورة إلى المستوى الرابع يشمل طلب المساعدة السعودية، وهو ما استجابته عدة دول حقيقة، وعرض 45 دولة المساعدة للناتو والاتحاد وفق أردوغان. طبعا من أوائل الدول جابت هي دولة الكويت، وهو ليس بغريب، وإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات والطواقم الطبية إلى تركيا عقب صدور التوجيهات من أمير البلاد الشيخ نواف طبعا لمساندة تركيا بمواجهة آثار الزلزال، وهو ليس بغريب عن دولة الكويت التي دائما وأبدا سباقة في إغاثة المتضررين في سائر أقطاع المعمور. لكن حقيقة فرق الإنصار بتواجه مهمة صعبة جدا بسبب تزامن الزلزال مع سوء الأحوال الجوية وضرب عاصفة ثلجية معظم المدن التركية، وهو ما طبعا واجه صعوبة لفرق الإنقاذ، إضافة إلى صعوبة إرسال المساعدات للمتضررين وتدرج الكهرباء في بعض المناطق بسبب الزلزال. نعم. نعم الأستاذ رامي إدمير الصحفي التركي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول، وتمنياتنا بأن تتمكنوا من تخطي هذه الكارثة الطبيعية بأمن وسلام. شكرا جزيلا لك.